أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ينطلق مهرجان سيرك فلسطين هذا العام تحت عنوان متحدون للحرية، بعد غد الخميس حتى السادس عفوا من تشرين الأول المقبل، وذلك لتقوية الإمكانات الإبداعية والاجتماعية والجسدية للفلسطينيين. طبعا نتحدث أكثر عن فعاليات هذا المهرجان وأهدافه مع العارض والمدرب في مدرسة سيرك فلسطين محمد أبو طالب. صباح الخير ويسعد صباحك. صباح النور. صباح الخير، كيف أصبحت؟ تمام. بداية يعني لو تحكي لنا عن سبب تسمية هذا المهرجان بهذا الاسم متحدون للحرية، من وين أجت فكرته وكيف بلشتوا فيها؟ طبعا احنا كان ابتداء هذا المهرجان هو مهرجان رقم 2 لمدرسة سيرك فلسطين. أول كان شيء بال 2016 تم اختيار اسم متحدون للحرية بعد يعني تفكير، على أساس احنا طبعا عايشين تحت احتلال، عايشين تحت ضغوطات احتلال، ضغوطات حياة، ضغوطات كل شيء. ففكرنا انه ايش ممكن يكون الاشي اللي يطلع الانسان، اللي يطلع الشعب الفلسطيني او يطلع اي شيء من يفرغ عن نفسه، يفكر انه حر في هذا الوقت، انه كيف مثلا نجمع كل الاشياء اللي عندنا، نتحد كلياتنا على اساس نطلع تحت حريه، تحت نفكر يعني خلص نطلع من التابو اللي احنا عايشين. بالضبط. يعني بنحكي 12 عرض رح يصير في 32 موقع في فلسطين في معظم انحاء فلسطين. صحيح. لو نحكي عن العروض وفكره هذا المهرجان خصوصا انه هي للعام الثاني. بال 2016 كان هو الافتتاح، كان في عنا عروض خارجيه من الخارج، وكان نسبه العروض من الخارج اكثر من نسبه العروض المحليه الموجوده هون. بال 2018 يعني صار عنا العروض المحلية هي أكثر من العروض الخارجية. في عنا نسبة نسيت السؤال. العروض وفكرة المهرجان. إيش فكرته إنه في عنا نسبة، يعني في عنا عروض إنه نوصل فكرة السيرك لأكثر من نوصلها لكل فلسطين. طبعاً في عنا هاي السنة رح نعرض في كل الضفة، رح نعرض في غزة، رح يكون في عروض في عمان كمان. جميل. الهدف انه نوصل لاقدر اكبر عدد ممكن ناس من الناس، انه يسمعوا بالسيرك، يشوفوا شو هو السيرك. يعني دائما بفكر انه السيرك يعني هو بس حيوانات، شيء بسيط. فجيه حتى نوضح للناس اكثر، يمكن عندنا فيديو كمان نقدر نعرضه كمان شوي لحتى الناس تعرف اكثر تفاصيل اكثر من فعاليه اصلا. مش جاهز كمان شوي بيجهز. طب لو تحكي لنا يعني يوم بلشتوا بفكره المهرجان من البدايه، انت حكيت انه عشان يفرغ عن الناس وطاقاتهم، هل في نشاطات معينه بتقدر الناس نفسها المشاهده تشارك معكم في المهرجان في السيرك عفوا، ولا بس محصور للعارضين؟ في عروض، هي عروض تكون بالشارع، في ناس رح تيجي، في مثلا شخصين جايين، من واحد من تشيلي واحد من الارجنتين، في عروض معهم تكون تفاعليه مع الناس بالشارع في المدارس هون، يعني بتكون في تفاعل مع الناس. وفي عروض هي بس محصوره للعارضين، بتكون مثلا كالافتتاح وكالعروض الداخليه، هي بتكون بس محصوره للعارضين. في عروض بتكون في المدارس كمان، ممكن الطلاب بعد العرض يشاركوا شوي مع العارضين، ممكن يتفرجوا، ممكن يفرغوا شوي عن يعني يعتبر هذا المهرجان هو متنفس ترفيهي لفريد من نوعه، بيجمع العائلات. صح. الاطفال، يعني نحكي عن هذا الجانب تحديدا، انه انتم كيف من خلال عروضكم راح يكون هذا الموضوع، انه هو هذا المهرجان متنفس للاطفال وللعائلات، كيف راح تزرعوا الفرح كمان في نفوسهم؟ شوف يعني احنا بالحياه دائما بنعيش 24 ساعه مضغوطين دائما، فمنلاقي ساعه واحده بيجي اي واحد يحضر العرض يطلع من الحياه اللي هو عايش فيها، ركز بشغله كثير حلوه. احنا بنحاول انه بهاي الساعه خلص انه ما يخليش ولا حدا يفكر في شيء في حياته. نعم. بس انه يركز بالشيء الجديد، ينبسط، يضحك، دائما احنا بنقدين طول الوقت. طبعا يضحك في العروض. بالضبط، يعني هيك احنا بنفكر كيف مثلا خلص. طب لو نحكي بس شوي عن فكره العروض، ايش يعني نحكي عن العرض نفسه، شو بيكون زي شو بيكون يعني للناس اللي ما بتشوف، اللي ما بتعرف شو يعني السيرك، لو نحكي شوي شو يعني السيرك، شو يعني العرض اللي انتم بتعملوه. هسه في عروض مختلفه، مثلا في الافتتاح، عرض الافتتاح اللي هو جاي فرقه فرنسيه جاي، هذول يكون العرض تبعهم تخصصهم اللي هو رفع ورمي واشياء شقلبات في الهواء، يعني شيء كثير. انا اول ما حضرت العرض هيك طول الوقت صافن في العرض. في عروض اللي هي مثلا فيها المرجيح، هاي الترابيز بنحكي لها، في كمان عروض بيكون فيها الجمباز، بيكون فيها الجاجلينج، طابات، يعني الناس كمان بتتعرف على اشياء
الفكرة السيرك المعاصر اللي احنا عايشين فيه مش السيرك القديم تذكر الروسي كان يجي حيوانات وابصر شو لا الناس بتشوف السيرك المعاصر اللي هو في رقص في جمباز في ترابيز في جاكلينج في كل شيء. طيب بالنسبة انك انت ذكرت السيرك القديم ولكن احنا كمان احنا متذكرين السيرك القديم يوم كان احنا كنا مثلا في بيت لحم في سيرك موجود في بيت سحور عبارة عن خيمة كبيرة وجواها بتصير العروض والنشاطات تمام لكن يعني كيف ممكن ندمج السيرك المعاصر مع السيرك القديم لحتى يطلع انتاج جميل كونه السيرك كما متعارف عليه هو السيرك القديم جميل جدا كيف ممكن نطور عليه وشو النشاطات المميزه اللي بتميز هذا النشاط عن سابقه نشاط المهرجان والنشاط نشاط المهرجان هسه ليش المميز هذيك انه هاي السنه وصلنا لمناطق مثلا كغزه هذيك قبل سنتين تقدمنا تصريح لناس بيعملوا سيرك في غزة يجوا هون وفضوه ما قدرناش نعمل اشي هناك فهي السنة في غزة انه قدرنا مش يجوا هون قدرنا نعمل عروض كمان هناك هم نفسهم الاشخاص الموجودين في غزة يعملوا عروض انه من ضمن المهرجان وكمان طلعنا خارج فلسطين في عنا في الأردن في عمان كمان عروض راح تكون تحت مسمى مهرجان سيرك فلسطين والاشي المميز انه غير هيك كنشاط فعالية تجذب الناس خلينا نحكي يعني كونكم انتوا عندكم مشاركات عديده ايضا من دول اخرى اتيه الى ان تقدم عرض يعني في يعني مجموعات خارجيه في ولا انت مش حابب تحكي كونك بدكش تحرق الافكار لا في لا في جاي معارضين يعني في جاي من اذا بدك تسمع الناس اللي جايين مثلا كمهرجان كان الافتتاح الاكس واي هذا فكره الاكس واي اللي هو قد اسم العرض قد حان منتصف الليل هيك شيء وفي عنا كمان عرض جاي الناس من لندن من بيرتن يو كي في عندهم عرض كمان كتير جميل في كمان العرض لسراب في لمدرسة السيرك فلسطين في قهوة بنص البلد كمان لمدرسة السيرك فلسطين راح يكون في شابين واحد اسمه باتيت من تشيلي واحد اسمه فوتيا من الأرجنتين وفي كمان من سيرك غزة بس في غزة سيرك نابلس يعني مجموعة نشاطات جميلة يعني احنا متشوقين صراحة وشوقنا خلينا نروح يعني. احد اهداف المهرجان هي تقوية الامكانيات الجسدية والنوعية للفلسطينيين لو نحكي عن هذا الجانب وعن اهداف المهرجان اهداف المهرجان هو اول هدف من الاهداف انت حكيتيه طبعا اللي هو الامكانيات هاي كلياتها وكمان نزيد وعي الناس عن السيرك كيف فكرة السيرك وكمان يخلي الناس كمان شوف السيرك ويجي وبلشوا يتدربوا بالسيرك يتعلموا السيرك ونوصل المكان اللي بدكم توصلوا صحيح طيب بس عندي سؤال كونك انت عارض ومدرب ايضا صحيح. شو حيكون فقرتك شو حتكون انجازاتك في هذا النشاط في انا مشارك في عرضين في عرض اسمه سراب وفي عرض اسمه قهوه بنص البلد عرض سراب هو اشي بس داخلي بيكون بمسرح وحيكون في عندنا عرض في القدس ب 28 الشهر في قهوه في نص البلد رح يكون هذا في مدارس في مناطق يعني ما بقدرش نوصلها في يعني اشياء مفتوحه عروض مفتوحه رح يكون طب لو نحكي عن يعني هذا المهرجان جزء من دعم الاتحاد الاوروبي للنشاطات الثقافيه في فلسطين لو نحكي عن الداعمين لهذا المهرجان يعني هذا الشيء كليات بس ممكن احكي عن اللي بعرف له مثلا انه في عندنا مثلا داعمين في جوال دعموا هاي السنه في الاتحاد الاوروبي دعموا هم دائما ديك 2016 كمان كانوا معنا الاتحاد الاوروبي بس هاي السنه على اساس كانت فكره كثير ناجحه حققناها في 2016 اكثر صار الناس اكثر عندهم معي مثلا حب نساعد اكيد مدرسة السيرك عشان توصل مثلا في عندنا جوال في عندنا العنبتاوي في عندنا اكثر من حدا طيب هسا انتو انا راح السؤال من بالي لا يعني لو نحكي شوي بس اتذكر السؤال لو نحكي شوي محمد عن يعني نحكي للزمان والمكان اللي راح يكون يوم الخميس راح يتم افتتاح يوم الخميس لو نحكي عن الاماكن شوي بالتفصيل شوي للناس اوكي هسا يوم الخميس عندنا الافتتاح في قبل الافتتاح هو الافتتاح الساعة 7 في قبل الافتتاح راح يكون في مسيرة فنية تنطلق من شارع الأرسال قصر الحمراء قبل قصر الحمراء مسيرة فنية راح تمشي من قصر الحمراء لعند الاستقلال بتتضمنها كتير شغلات مثلا سيرك راح يكون في كابويرا في راح يكون ذوي الاحتياجات الخاصة ماشيين فيها دبكة باركور يعني أشياء كتير مختلفة إنه تضمن كتير فنون مع بعض على أساس نجذب الناس لحديقة الاستقلال
وكمان في عنا الافتتاح اللي راح يكون على الساعة 7 لعرض الاكس واي، راح يكون في عنا يوم الجمعة كمان عرض في سراد. يعني هو البرنامج كثير 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 كبير، يعني زخم كبير. طب نشاطات عديدة، ولكن الجميل انه اختاروا كمان انه يتنقلوا بين البلدان، مش منحصروا في مكان واحد. صحيح. ولكن ما حسيتش انه مثلا لو اخترتوا مكان واحد تعرضوا فيه حيكون لذة قدوم الجمهور واللي بدهم يشوفوا العرض احلى انه عم بتعبوا عم بيجوا مش انتوا عم بتروحوا لهم؟ ما حسيتش هون في ممكن يكون الافضل شو بالنسبه لك؟ الافضل انه احنا نروح لهم. يعني انت بتعرف كيف حياتنا هون طبعا. أيوة. يعني اذا بدك تحصروا في مكان سيحكوا مثلا اوف عاملين له بمحل هذاك مش حنقدر نروح لهم. لا احنا بنحاول نروح للناس نوصل لهم يكون سهل لهم، يعني مستحيل مثلا واحد يجينا من جنين يجينا من جنين لرام الله عشان يحضر يقعد في حاجز حاجزين ثلاث ازمه ساعه يعني غلبة. لا احنا بنحاول احنا نوصل لهم تتقدموا لهم انتوا افضل. تمام. قديش بتشوف تفاعل الناس مع السيرك يعني من خلال تجربتكم في المهرجان اللي بال 2016، كيف بتلاقي تفاعل الناس مع هاي المهرجانات مع السيرك نفسه؟ هل هي دائما تغيرت الفكره عن السيرك؟ هل في تطور؟ الناس فيكي بتحب تيجي تشوف يعني من اول ما تعلنوا بيجي بتلاقي هالقد جمهور عم بيجي مشان يشوف السيرك؟ بعد النجاح الحمد لله يعني تحققناه في 2016، شفنا قديش في يوم الافتتاح اللي اجى مثلا اجى 3-4000 شخص على حديقه الاستقلال، بعد الناس اللي كانوا يجوا يحضروا في كل العروض بمعظم يعني مكان مختلفه. مدرسه السيرك قررت انها تعمل كمان واحد، لو ما كانش في نجاح كان ما كملناش. بعد النجاح اللي كان موجود قررنا نعمل كمان يعني مهرجان، بس رح يكون هذا الشيء مهرجانات رح تكون كل سنتين مهرجان لسيرك فلسطين يعني. جميل. طيب هسا في بعض الفعاليات حتكون غير مدفوعه الاجر؟ صحيح. او كلها مدفوعه الاجر؟ هسا لا، هسا في فعاليات اللي بتكون اللي هي غير مدفوعه الاجر، اللي بتكون في الشوارع مثلا العروض، بتكون في مدارس هي مش مدفوعه الاجر. في فعاليات اللي بتكون مدفوعة الأجر بس كتير رخيصة، يعني 10 شيكل مش المبلغ كتير كبير، إنه إشي رمزي. كيف الناس بدها تتواصل معكم لتشتري التذاكر إنه تيجي تحضر؟ هسا في بيقدروا يتواصلوا عن طريق يشوفوا صفحة مهرجان سيرك فلسطين على الفيسبوك، أو يفوتوا على الموقع مدرسة سيرك فلسطين هوبال سيركس بي إس، وبيقدروا يروحوا على محلات مثلا زيت وزعتر، شيشة بيسو، وفي عنا اكثر من محل اللي هو بيقدر يشتري منه التذاكر. طيب. هاي لو نحكي شوي عن اكيد اثناء التحضير للمهرجان بتواجهكم نوع من الصعوبات، ممكن تجيبوا تصريح لناس من برا الاحتلال يرفضها، قديش بتلاقي في صعوبات من هذا النوع بتواجهكم اثناء التحضير للمهرجان؟ يعني اكيد في صعوبات كثير كبيره، مثلا هسه احنا بجوز في عنا صعوبه بهالمهرجان على اساس في الوضع اللي احنا متواجدين فيه، انه كلمة سيادة الرئيس في الأمم المتحدة، حاسين إنه في شوي خطر على المهرجان، بس بنفس الوقت يعني إحنا حابين نكمل ونعمل الإشي إن شاء الله. أكيد في صعوبات بتكون مثلا من الناس اللي جايين من برا، مثلا بتكون خايفين كتير إنه مثلا الاحتلال رجعهم على المطار، يكون أي إشي دائما تكون إيدك على قلبنا، إذا مثلا واحد وصل واحد ما وصلش يكون مثلا. في عندكم بديل مثلا؟ يعني فرق ما وصلت بديل لحتى يغطي عن الفرقه اللي ما اجت؟ طبعا بيكون مثلا بنحط حدا، بيكون في عرض هذا ما اجاش بنحط هذا محله، يعني بيكون شوي سهلين مع هذا الشيء. اهميه اقامه المهرجان، قلت في 2016 ما قدرتوا تسووا هذا المهرجان في قطاع غزه، قديش اهميه هذا الموضوع في ظل المعاناه اللي عم بيعانيها اهلنا في القطاع من قبل الاحتلال، من قبل الحصار الاقتصادي، قديش اهميه هذا الاقامه عشان تزرعوا الفرح بين الناس وعلى وجوههم؟ صحيح، يعني هو اهميته كثير كبيره، يعني احنا بنشوف قديش في غزه قديش الحياه صعبه في غزه، قديش احنا كنا حابين كمان احنا نوصل لغزه، مع انه كثير صعب احنا نوصل لغزه، حتى ناس يجوا من برا يفوتوا على غزه كثير صعب. ففي فرق بلشت في سيرك في غزه، فرق جديده يعني بالتعاون مع مدرسه سيرك فلسطين تدعمهم تساعدهم، فكان هاي السنه كان شوي انه ممكن هم يسووا شيء من عندهم اللي هو يطلع يقدم الفرحة، يقدم إشي مختلف لأهل غزة، وبشوف إنه كتير كتير ممتاز مثلا يكون إشي زي هيك في غزة. يعني متوقعين حدا يوصل يشوف هذا السيرك، أو في توقعات لإلكم إنه الناس ممكن تروح لهذاك للمهرجان إنه يشوفوه في غزة؟ إن شاء الله.
طيب بالنسبة كمان لغزة، هل في عارضين من نفس غزة حيشاركوا بالمهرجان؟ هم نفسهم يعني، ما في حدا من برا غزة، هم نفسهم أشخاص من داخل غزة. لأنك ذكرت سابقا أنه حيجي عارضين من كانوا برا على غزة. لا كانوا يعني ما بنقدر نخلي ناس يدخلوا على غزة، يعني صعب يدخلوا يعني بس، ولكن في مهرجان في حيقام بغزة من قلب غزة، عارضين من غزة، من متاسسة غزة، من فرقة غزة للسيرك، من فرق تاني هم. جميل. حيشاركوا في هذا الشيء. طب رسالة أخيرة بتحب توجهها في هذا، في نهاية هذا اللقاء؟ يعني أنا بحب إنه كل الناس يجوا يحضروا عروض الساك ويشاركونا هاي الأشياء، عساس يدعمونا معنوياً، يدعمونا في كل إشي، عساس نكبر ونصير يعني إشي. يعني أكيد بنتمنى لهم كل النجاح، لأنه هو ترفيه وتفريغ عن النفس للمجتمع، للأطفال وللكبار. صحيح. ونجاح لكم أكيد. أكيد. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء، شكرا لك محمد. ننتقل إلى فاصل، وبعد هذا الفاصل نكون مع ثاني فقراتنا لهذا الصباح.